تنتا دبر برهان قدوس ميكائيل بيتا كريستيان تنتا دبر برهان قدوس ميكائيل بيتا كريستيان بيتوبيا أرثوذكس صادو بيتا كريستيان بدو ولو هاجر سبكات سركا ميكنيو تارا لقادة بارات الناتاري كوي بوتاو تشان بسيون كدسي كتما 93 كيلومتر بغشن مسمرات رقو تار لقوني بشلون زندت شاكرو اغنيو تار دبر برهان تنتا قدوس ميكائيل بيتا كريستيان بدو ولو زون تنتا ورد 014 أدات قبلي مستدادري ميكنيو سيون بوستن بركات تاري كوي نامن فساي كرسو تشناك كماش تيازة تار لق دبرنو يتنتا دبر برهان قدوس ميكائيل بيتا كريستيان كتنتا كتما 6 كيلومتر رقات لاي ميكني اسوب دينك امي اسنجي بيتا كريستيان سيون بيتا كريستيانو نياس سروت يلجي ياسو عبات نقوس ميكائيل ناتشو سلتنتا ميكائيل كموراتات چن بفيت سلتا اللاكو نقوس ميكائيل مانسات النامن ناگر يقدنو نقوس ميكائيل كاباتات چو كشهالي قدنا كناتات چو كويزرو جيتي محمد فور رهيمانو عوراجا باس نجوس ميكائيل از يوحنس بامباسل وردا قلبو ميكائيل كميبال بيتا كريستيان كريستنا كان سواتشو بحالا ولو ما استدادر كجمرو بات جيزيان ستو بركات تابايتا كريستياناتن ياسررو قدام بلو ينبروتن بعد ديس ملكي اسانسو نجوسناتشو نجوس ميكائيل كان سرواتشو ناك اسانسو اتشو بيتا كريستيانات مكاكل توداداري ليلو يتن تادبر برهان قدوس ميكائيل بيتا كريستيان قداميون سفرايزو يجينيال ينن بيتا كريستيان ليو كم يادرغتو انن يوهنس اسرارو باتن ناطرات بسوست مقدسوچنا بسوست غللات كمسراتون بلاي يزي نغوس عظم يعرفهم بزيو بيتا كريستيان بمهونو تاريخاوينتون ياغولوال يي تاريخاو بيتا كريستيان كجرمن هاجر بمطا مهندس ميكائيل كوبوچ بميبال سو تقمت 8 1896 عامت مرات كنباتو تجمره ميكائيل كوبوچ بوست چغر مكنيات بيتا كريستيانون سايچرسو ب 1898 عامت مرات ود هاجرو تملسه እንደገና ንጉስ ሚካኤል ሌላ መሐንዲስ በማፈላለግ ከአረብ ሀገር ፈርለንት የተባለ መሐንዲስ ስላገኙ አስመጥተው ከ1900 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ማሰራት ቀጠሉ። የመጀመሪያ ከዳኑን ከአስቶዶክስ ሸክላ መሰል ከድኖ ጀመረ። ተንታ ደብረ ብርሃን ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ሌላው ከሌሎቹ ለየት የሚያደርገው ነገር ደግሞ መቅደሱ 3 ሲሆን እነዚህም ያጋስታ ዓለም ቅድስት ስላሴ የቅዱስ ሚካኤል መልአክ የጻድቁ አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት ናቸው። ይህ ታላቅ ደብር ግንባታ የወሰደበት ጊዜ 7 ዓመት ከ7 ወራት ከ7 ቀን ከ7 ሰዓት ነው ተብሎ ይታመናል። ይህ ታሪካዊ ቤተክርስቲያን ስራው 7 ዓመት ከፈጀ በኋላ የካቲት 12 ቀን 1903 ዓመተ ምህረት ተጠናቆ ለመጀመሪያ ጊዜ በእለተ ሰንበት ጸሎተ ቅዳሴ ተከራወለበት። ጥር 30 ቀን 1907 ዓመተ ምህረት በግብጻዊ የኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ በብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ ቡራኪ እንደተደረገለት የታሪክ መዛግብት ይጠቁማሉ። ንጉስ ሚካኤል ለቤተክርስቲያን 200 መዘምራን ደብተራ 150 ካህናት 100 ዲያቆን እንዲሁም 100 የቃቤት ዘበኛ 100 የቤተክርስቲያን ዘበኛና ሌሎችንም ጭምር ለቦታው አዘጋጅተው ሲያገለግሉ ሳሉ በሰገሌ ጦርነት ጥቅምት 1909 ዓመተ ምህረት በሸዋ ጦር ተማርከው ወለታ በሚባል ቦታ ታሰሩ። በስራት ላይ ያሉ ጳጉሜ 3 1912 ዓመተ ምህረት ንጉስ ሚካኤል ከዚህ ዓለም ድካም አረፉ። ከዚያም አጽማቸው በክብር ታጅቦ መጥቶ በዚሁ ታላቅ ደብር ቀደም ሲል ባሰሩት መቃብር ቤታቸው ታች ተንታ ደብረ ብርሃን ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ቅጥር ግቢ ውስጥ በክብር ተቀበረ።